اليوم الختامي لبطولة درع الاتحاد لقفز الحواجز، ما زالت أيضا المشاركات متنوعة والمنافسة قوية بين الفرسان. الفارس المقعدي دخل الشوط الثامن بثلاث خيول وحصل على ثلاث جوائز. شهدت بطولة دوري درع الاتحاد المباراة الثالثة القسم الثاني بيومها الأخير تنافسا قويا بين الفرسان المشاركين، وجاءت النتائج على النحو التالي. الشوط السابع استطاع الفارس مازن عبد الله اليوسف من تحقيق المركز الأول على صهوة الجواد وفاموكا، أما المركز الثاني للفارس عبد الرحمن أبو الخيل على صهوة الجواد ماكيا، وبالنسبة للمركز الثالث ذهب للفارس عبد الرحمن الهمزاني. أما نتيجة الشوط الثامن استطاع الفارس علي المقعدي من تحقيق المركز الأول والثاني وكذلك الثالث بنفس الشوط. المركز الأول من الشوط التاسع لصالح الفارس بدر محمد الفرد على صهوة الجواد كوين، المركز الثاني ذهب للفارس حامد علي المقعدي على صهوة الجواد كتباك، أما المركز الثالث فقد كان لصالح الفارس سلمان عبد الله العجمي على صهوة الجواد وايت أند سي. والله المنافسة ما توقعناها، هي طبعا الأسبوع هذا البطولة الفئة الثانية فدائما مستوياتها أقل، لكن في اليوم الأخير يحطون ثلاث أشواط مفتوحة، فالشوطين الأولى كانت يعني ارتفاعاتها متوسطة، فتوقعنا الشوط الأخير يكون نفس الارتفاعات، لكن ما قصر مصمم مشد حيله شوي. كانت منافسة قوية بين أخوي مشاري الحربي ومشعل الحربي وعلي المقادي، والحمد لله حالف الحظ أني أحصل على المركز الأول. طبعا هذه البطولة في المدرسة الدولية محلية، طبعا الحمد لله كان نصيب فرسان كلية الملك عبد العزيز الحربية، الحمد لله أمس عون القحطاني أول، اليوم الحمد لله في الشوط اللي قبله أول ثاني ثالث رابع خامس كلهم فرسان كلية حربية، ولدي علي لأن المركز الثالث أنا جيت رابع وخامس. الشوط الأخير اللي هو ارتفاع 130-135 الحمد لله فرسهم الكلية لهم نصيب كثير في المراكز الأولى، طبعا بدر المسفر جاء أول، علي مقعدي جاء ثاني، الحمد لله توفقنا في هذه البطولة. أنا توني بادي هذا الموسم، طبعا خيلي موجود عندي الفرس الحين زوي، والحصان لسه ما رجع من أوروبا، إن شاء الله راجع بعد بكرة يوم الأحد. شاركت في هذه البطولة الحمد لله، حققت المركز الأول الأسبوع اللي فات في أقل من 18 سنة في شوط المستوى المتقدم الأسبوع اللي فات، ودخلت اليوم في المستوى المفتوح والحمد لله طيحت حاجز واحد، بس الحمد لله هذه لسه في بداية الموسم، إن شاء الله الجاي أفضل.